ما شاء الله بدأ تعليمه وصار الحين أحسن، بدأ يصير لي نوع التراك الأخضر ما شاء الله، صوت جميل، شكل اختلاف بين النوعية التراك الأخضر بين الذكر والأنثية، يكون الخط تحت العين أسود مع الأبيض طويل الذكر، والأنثية تكون نفس هذه خط أسود على تحت العين وخط أبيض فوق، أما الذكر يكون خطين أبيض فيه للعلم يعني. ما شاء الله طير جدا جميل، والطير فواكه، هذا ما يأكل شيء حبوب ولا ما، هذا يأكل فواكه، موز، فافاي، أي نوع الفواكه يأكل. ما شاء الله عليه. الأغلبية الطيور عندي صارن أليفة كذا، نحط لهم الأكل وروح.